بريطانيا على وشك أن تقوم بتزويد القوات الأوكرانية بواحدة من أهم وأخطر الصواريخ وأكثرها دقة للأوكرانيين طبعا كما تحدثنا، لكي تستخدمها أوكرانيا في ضرب القوات الروسية. وهذا الصاروخ الذي نتحدث عنه هو صاروخ الشادو أو ستورم شادو. هذا الصاروخ يطلق أيضا عليه باللغة العربية ظل العاصفة. هذا الصاروخ تحدثت عنه الواشنطن بوست الأمريكية في 24 ساعة الماضية عن معلومات استخبارية أمريكية بأن بريطانيا فعلا عازمة على إدخال هذه الصواريخ للجيش ولتزويد الجيش الأوكراني بها. وطبعا هذا الصاروخ هو يعتبر صاروخ جو أرض، صاروخ موجه كروز دقيق للغاية، لديه إمكانية مناورة عالية. الصاروخ طبعا أيضا يصل وزنه إلى 1300 كيلوغراما، والرأس الحربية الخاص بهذا الصاروخ يصل وزنه أيضا إلى 450 كيلوغراما. سعر هذا الصاروخ يصل إلى 1.18 مليون دولار. وكذلك بأن هذا الصاروخ أيضا هو يعتبر من الصواريخ البعيدة المدى، يصل مداه إلى 300 كيلومترا، وطول الصاروخ طبعا يصل إلى 5.1 مترا. بالتالي هذا الصاروخ هو ليس بالصاروخ العادي، والخطة الأساسية لبريطانيا هنا أن تزود الأوكرانيين بهذه الصواريخ وأن يتم حملها من قبل السوخوي 24 التي ترونها الأوكرانية لكي تقوم بإطلاق هذه الصواريخ. فقد قاموا بالعديد من التعديلات على هذا الصاروخ في الثلاثة أشهر الماضية لكي نصل إلى هذه النقطة، ولكي نجد هذا الصاروخ في الحقيقة أن يستخدم بهذا الشكل. وما الذي يعني هذا يا ترى 300 كيلو مترا، هذا الصاروخ، القدرة المناورة وغيرها؟ طبعا هو ببساطة يعني بأن هذه الطائرات الأوكرانية تستطيع على سبيل المثال عندما نرى هذه المناطق من مناطق سيطرة القوات الروسية ومناطق سيطرة القوات الأوكرانية طبعا، فإن هذه الطائرات تستطيع التحليق هنا في ميكولايف في هذه المنطقة البعيدة عن مناطق الاشتباك طبعا، وأن تتمكن من تغطية خيرسون بأكملها بل تقريبا كامل شبه جزيرة القرم بسبب إمكانية المدى الذي تتمتع به ألا وهو 300 كيلومترا. هي خطيرة على شبه جزيرة القرم بشكل خطير إذا ما أطلقت الصواريخ من هذه المنطقة. أيضا إذا على سبيل المثال جاءت الطائرات وحلقت من هذه المنطقة، فإنها ستستطيع من عملية تغطية هذه المنطقة بأكملها بوصولها إلى بيرديانسك، وتصل طبعا هذه المسافة تقريبا إلى 227 كيلومترا. بمعنى آخر بأن الطائرات تستطيع من ضرب الصواريخ من هنا وتغطي حتى تقريبا مسافة جيدة من بحر آزوف الذي ترونه هنا. على هذا الأساس هذا الصاروخ سيشكل خطرا كبيرا ليس فقط على القوات الروسية الموجودة في الأراضي الأوكرانية التي تقدمت وسيطرت عليها، وإنما ستكون قادرة على ضرب العمق الروسي إذا ما دخلت بشكل أكبر هذه الطائرات طبعا بكل تأكيد. أيضا في نفس الوقت إن هذه الأنباء تأتي متزامنة مع إعلان بولندي مهم بأنهم قاموا بتسليم الأوكرانيين 10 طائرات من طائرات الميج 29 تسلمتها أوكرانيا تماما. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن تقديم دعم للأوكرانيين، دعم عسكري مهم جديد بقيمة 1.2 مليار دولار. وكل هذه التحركات، الصاروخ، الطائرات، الأموال، كلها تأتي في وقت الجميع يترقب فيه الهجوم المضاد الأوكراني على القوات الروسية، وواضح جدا بأن هنالك زخم كبير للقيام بهذا الهجوم على القوات الروسية، وخاصة أن هنالك أنباء جديدة في طبيعة من أين قادم هذا الهجوم وكيف تتحضر روسيا لهذه المسألة. على سبيل المثال ما نشرته نيوز إن فرانس وحتى بعض الأوساط الأوكرانية بتصريحات حتى استخبارية أوكرانية بأن القوات الروسية بدأت بعملية إخلاء بعض من المدن الموجودة في خيرسون، وواحدة من المدن المهمة التي بدأوا بإخلاء السكان منها هي سكادوفسك الموجودة هنا بهذا الاتجاه، واحدة من المدن الصغيرة بدأوا بإخلاء المدنيين منها، وبدأوا طبعا بإدخال المدنيين إلى شبه جزيرة القرم بحسب هذه التفاصيل. وطبعا هذه ليست المرة الأولى التي نسمع بها عن مثل هذه الأنباء، بل في اليومين الماضيين كنا أمام أيضا إعلان بعملية إخلاء من القوات الروسية لعدد من المدن مثل توكماك على سبيل المثال وغيرها من المدنيين، بدأوا بعملية أيضا عملية سحبهم
حقيقة إلى الأراضي الروسية، أو حتى قد يكون إخلائهم إلى بيرديانسك هنا، وأيضا بدأوا بإخلاء عدد من المدن الموجودة هنا في اليومين الماضيين في خيرسون. أيضا عدد من المدنيين كانت الحديث بأن هنالك إخلاء وتهيئة لمواجهة القوات الأوكرانية، خاصة وأن الأوساط الروسية تتحدث اليوم بأن هنالك تحشيدات أوكرانية كبيرة تأتي باتجاه زاباروجيا، وتحشيدات كبيرة أيضا تأتي باتجاه خيرسون، وبأن الخطة الأساسية بحسب هذه التفاصيل التي تتحدث عنها الأوساط الروسية بأن الأوكرانيين يخططون للتقدم من زاباروجيا إلى أوريخيف، وبعد ذلك إلى توكماك، وبعد ذلك إلى ميليتابول، يفتح الباب طبعا للوصول إلى بحر آزوف والضغط بشكل أكبر على شبه جزيرة القرم. أيضا في نفس الوقت بأنهم تحدثوا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي التي تهدف وتريد قيادة العملية التي ستأتي بعبور نهر دنيبرو مباشرة إلى خيرسون بهذا الاتجاه، ولهذا الروس يستعدون، يحاولون إخلاء المدنيين ويحاولون خلق خطوط دفاعية للتصدي للقوات الأوكرانية بنجاح. فهنالك أيضا تفاصيل عن طبيعة الخطوط الدفاعية مع التحشيدات التي تحدثنا عنها هنا بالنسبة للقوات الأوكرانية في زاباروجيا وفي خيرسون. فالقوات الروسية طبعا هي خلقت خطا دفاعيا هنا من بحيرة كاخوفكا إلى دانييتسك بهذا الاتجاه، وكذلك أن هنالك خطا دفاعيا في ميليتابول، وهذا يعني ببساطة مثل هذين الخطين الدفاعيين اللذين طبعا ترونها بهذه الطريقة، فإن هنالك عادة خطا دفاعيا في الوسط لتحقيق دفاع أقوى ضد هذا الهجوم، وأيضا أن هنالك خطا دفاعيا قويا شكلته القوات الروسية إذا ما حاولت القوات الأوكرانية أو عبرت ونجحت في عبور نهر دنيبرو فستصطدم بهذا الخط الدفاعي الذي يأتي هنا. وبالأحرى أن كانت هنالك في الأيام القليلة الماضية هجمات بسيطة من سرية آلية أو ميكانيكية تقوم بمهاجمة الخط الدفاعي الأول للقوات الروسية الذي شكلته من بحيرة كاخوفكا إلى دانييتسك، وهذه الهجمات هي تأتي من أجل معرفة مكامن أو نقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة في هذا الخط الدفاعي، وحتى تحديد مصادر النيران الموجودة في هذه النقطة، وذلك باستخدام آليات بسيطة صغيرة سريعة من أجل معرفة ما تحدثنا عنه من مصادر النيران، نقاط الضعف وغيرها. وأيضا في نفس الوقت إنهم يستخدمون مع هذه السرية التي تحدثنا عنها بعض المنظومات الدفاعية المتحركة طبعا من أجل اصطياد أي طائرات مسيرة أو تحليق منخفض يحاول الاشتباك مع هذه المجاميع الصغيرة أو السرية الصغيرة التي تحاول طبعا مهاجمة هذا الخط الدفاعي قبل البدء بالهجوم المضاد. وهنا بدأت القوات الروسية في عملية اصطياد هذه المنظومات الدفاعية، ومنها الأمريكية تحديدا، وبدأوا باستخدام طائرات لانسيت وهي من الطائرات المسيرة الروسية طبعا في عملية توجيه الضربات وضرب الخطوط أو النقاط الدفاعية أو المنظومات الدفاعية التي تريد استخدامها أوكرانيا مع القوات الأوكرانية التي ستقوم بالهجوم المضاد، من أجل تجميد هذه القوات الأوكرانية، ومن أجل أن تتمتع القوات الروسية أثناء بدء هذا الهجوم المضاد بالتفوق الجوي بشكل أكبر، وقادرة على الاستفادة من الخطوط الدفاعية من القوة الجوية التي تمتلكها، وبالتالي تفشل قدر الإمكان هذا الهجوم الذي طبعا نترقبه جميعا. وكانت هنالك لقطة لعملية اصطياد إحدى المنظومات تحديدا التي كانت تحاول الهجوم على الخط الأول الذي تحدثنا عنه بطائرة مسيرة من طائرات لانسر، وجاءت هذه طبعا أو لانسيت عفوا التي قامت بعملية اصطياد هذه المنظومة التي ترونها من الصورة عندما تحاول الاقتراب من هذه المنظومة الدفاعية التي ترونها، فأنت أمام منظومة أفنجر الأمريكية، هي أقرب إلى حقيقة بأنها تم اصطيادها في هذه الضربة من منظومة أو من طائرة لانسيت. كذلك في نفس الوقت أنهم يستخدمون نفس نوعية هذه الطائرات في ضرب منظومات الأس 300 الأوكرانية التي طورها الأوكرانيون بشكل جيد لتكون أكثر فاعلية وتكون أكثر فاعلة في مواجهة أي هجمات من قبل القوات الروسية، وتمكنوا بهذه الطريقة من اصطياد هذه المنظومة، ولاحظوا الانفجار الكبير بهذه الطريقة. بالتالي استراتيجية روسية ذكية لضرب الدفاعات الأوكرانية التي ستحمي القوات الأوكرانية التي ستقوم بالهجوم المضاد. بالإضافة إلى ذلك أن القوات الروسية لا تضيع وقتا أبدا، وهي تقوم باستهداف الآن
نقاطا موجودة في مدينة خيرسون عبر نهر دنيبرو. كانت هنالك لقطات لإحدى هذه الضربات إذا ما ألقينا نظرة عليها ستلاحظ كيف أن القوات الروسية تضرب هذه المنطقة كما جاءت في عدد من التقارير بأن هذه المنطقة هي بريسلاف الموجودة في إقليم خيرسون. كما ترون ضربات كبيرة لعدد من النقاط قد تكون لتجمع القوات الأوكرانية التي تحاول العبور لنهر دنيبرو أو على سبيل المثال نقاط لتخزين الأسلحة المدرعات وغيرها. القوات الروسية تنتظر دائما أي نقطة من الممكن أن تستهدفها كما تريد. وإذا ما حاولنا أن نلقي نظرة بالقمر الصناعي لنتأكد أن هذه النقطة فعلا موجودة في خيرسون فسنذهب مباشرة إلى القمر الصناعي طبعا بأخذ بعض الملاحظات عن هذه المنطقة. واضحة جدا المنطقة مميزة للغاية بشكلها طبعا وكذلك من المبنى هذا الكبير هو الذي تم استهدافه. هنا مساحة هنا طبعا مياه كما نلاحظ كل شيء مميز في هذه المنطقة. كل ما علينا فعله هو الذهاب إلى مدينة بريسلاف. إذا ما حاولنا أن نقترب هنا شبه جزيرة القرم لنقترب من نهر دنيبرو. هذا هو نهر دنيبرو وهذه هي خيرسون وبريسلاف تأتي بهذا الاتجاه. عندما تقترب من هذه المدينة بهذه الطريقة ستجد بأن إلى غرب هذه المدينة تقريبا ستجد بأنك أمام هذه المنطقة المميزة أمامك. تتجه إلى الشمال قليلا التصوير كان يأتي بهذه الطريقة للنقطة التي استهدفت والمبنى الذي استهدف طبعا أمامنا. واحدة من المباني الرئيسية هو هذا المبنى الذي ترونه إلى اليمين قليلا نتجه أيضا كانت هي اللقطة الأخيرة لاحتراق المبنى كما رأيناه بهذا الشكل. وطبعا الروس يستهدفون كل شيء يحاولون النجاح في هذه الاستهدافات قدر الإمكان وإبطاء القوات الأوكرانية قدر الإمكان إلى درجة أيضا أنهم يقومون بضربات مستمرة بشكل يومي على المدن الأوكرانية. وهم استخدموا مثلا على سبيل المثال طائرات شاهد 136 على مدار الثلاثة أو الأربعة أيام الماضية بشكل مكثف. آخر هجوم كان ب60 طائرة مسيرة اصطادت القوات الأوكرانية تقريبا 35 طائرة من هذه الطائرات كما تحدث عمدة كييف وأيضا وزارة الدفاع الأوكرانية. وأيضا في نفس الوقت إن كان هنالك هجوما بدأ الليلة الماضية وفجر هذا اليوم من البحر الأسود من قبل سفن حربية تطلق طبعا وأطلقت ما يقارب 8 صواريخ من صواريخ الكروز تجاه المدن الأوكرانية ومنها طبعا العاصمة الأوكرانية كييف مستهدفين عددا من النقاط فيها. وأيضا كانت هنالك طائرة من التيو وطائرات من التيو 95 من هذا الاتجاه تقريبا كانت قد حققت أيضا استهدافات بصواريخ الكروز أيضا أطلقتها من منطقة بحر قزوين تقريبا وكانت هذه الصواريخ خطرة للغاية. نتحدث عن 25 صاروخا من الليلة الماضية إلى فجر هذا اليوم وكانت هذه اللقطات الأولى لعملية إطلاق هذه الصواريخ. لاحظ المشاغلة الروسية الكثيرة المستمرة للمدن يستمرون بالضغط على القوات المهاجمة على المناطق إلى غرب خيرسون في زاباروجيا أيضا وكذلك على المدن طبعا الأوكرانية بقدر الإمكان مدن حتى إن كانت البعيدة منها. وبالتالي وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت من 25 صاروخا التي أطلقت من قبل القوات الروسية 25 تمكنوا من إسقاط 23 صاروخا وكانت هنالك بعض الشظايا التي نشرت من هذه الصواريخ التي استخدمت طبعا فجر هذا اليوم بهذا الشكل وبهذه الطريقة طبعا التي ترونها. في نفس الوقت أن روسيا الآن عادت لإشعال الموقف في ترانزنيستريا وتحديدا مما هو قادم من طلب من ترانزنيستريا من هذا الإقليم الموجود في مولدوفا الغير معترف به دوليا. فهنالك طلب مثير للغاية في ترانزنيستريا بأنهم يريدون من زيادة عدد قوات حفظ السلام الروسية الموجودة هناك بحسب هذه التفاصيل التي ترونها. إذا اتجهنا للخارطة فقط لنتعرف عن هذا الطلب فأنت ستجد بأن ترانزنيستريا هنا هذه هي ترانزنيستريا التي ترونها باللون الأحمر وطبعا القوات الموجودة من قوات حفظ السلام الروسية هي متواجدة هنا. الطلب بالنسبة لترانزنيستريا وما يتحدثون عنه بأن عدد القوات الموجودة ما بقي من القوات حفظ السلام الروسية يصل عددها إلى ما يقارب 450 جنديا. ما تريده السلطات الموجودة في ترانزنيستريا هو رفع العدد إلى 3100 عنصر من الجنود الروس. يريدون من روسيا أن ترسل وتزيد عدد هذه القوات في هذه المنطقة بداعي وبحجة أن هنالك تهديدا من أوكرانيا تهديدا من الحكومة المولدوفية التي سبق وأن وضحت بأنها تريد نزع السلاح من القوات الروسية الموجودة هنا وطردها من المنطقة. نزع السلاح من إقليم ترانزنيستريا بأنه خطر كبير عليهم وغيرها. ولكن طبعا
ليس من الواضح كيف سيكون هنالك إمكانية في عملية اصطياد القوات الروسية طبعا الموجودة هنا أو منعها من عملية التقدم، وذلك لحقيقة أن القوات الأوكرانية المنطقة مغلقة كما تلاحظ أنت أمام أوديسا، أمام عدد من المدن هذه كلها أوكرانية تستطيع منع أي محاولة شحن للجنود بأي شكل من الأشكال، مغلقة يمينا وشمالا. ولكن في نفس الوقت إن ازدادت هذه أو تمكنت روسيا بشكل أو بآخر من زيادة عدد القوات هنا فإنهم سيسيطرون بشكل أو بآخر وسيكونون قريبين من أوديسا، والسيطرة على أوديسا يعني شمال البحر الأسود أصبحت تحت السيطرة، ويعني أن روسيا بدلا من أن تقوم بهذه الالتفافة الطويلة التي حاولت القيام بها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي في حقيقة الأمر ستتحقق بسرعة كبيرة مع هذا التقدم بهذا الشكل. بالتالي لاحظ مشاغلة مستمرة من قبل روسيا من أجل الاستمرار في هذه العملية العسكرية وإحباط الهجوم الأوكراني القادم قدر الإمكان. بالعكس يبحثون عن التقدم، وهذا ما تبحث عنه روسيا في ظل ذكرى اليوم احتفلت بها روسيا ألا وهو انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في عام 1945، وكان هنالك استعراضا حضر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكان له كلاما موجها للغرب في هذا اليوم التاريخي المهم جدا للعالم بأكمله. ولكن روسيا تراه يوما كبيرا طبعا بكل تأكيد بالنسبة لها.